في عالم التنس تتألق البطلة التونسية أنس جابر كشعلة من الأمل والإلهام وبموهبة وعزيمة. ولدت في أحضان العاصمة التونسية في عام 1994 لتخترق الحدود الرياضية بإرادتها الحديدية. الإرث الذي تخلفه جابر يتجاوز الملاعب الخضراء، إنها قصة تحفيز للجيل الشاب في تونس والعالم العربي، تشجعهم على السعي وراء أحلامهم بقوة واعتزاز. فمن هي هذه البطلة؟ أكيد نحب نوصل نحقق ماهيش حلمتي برشا، يعني مش كان أنا كهو حلمة الشعب التونسي كامل إن نكون نمر واحد نشرف تونس، وعليش نهز رونان جاروس كما يقولوا برشا تونسة. أثارت اللاعبة التي تعد رمزاً وطنياً وتلقب وزيرة السعادة في تونس حماسة غير مسبوقة تجاه رياضة التنس في السنوات الأخيرة، وخصوصاً لدى الفتيات الصغيرات في بلد تعد فيه كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية. حفز تألق أنس جابر التي كانت أول لاعبة عربية وإفريقية تصل عتبة نهائي أحدى بطولات الجراند سلام في يوليو 2022 الكثير من الفتيات في تونس على الإقبال على رياضة التنس وتعلم أصولها داخل أكاديميات متخصصة في تكوين اللاعبات وصقل مواهبهن في التنس وتدريبهن على مهارات اللعبة. توجد عشرات الأكاديميات الخاصة للتنس ويزيد إجمالي عددها على 30 مركزاً بحسب أرقام غير رسمية، باعتبار أن كثيراً منها ينشط خارج لواء الاتحاد التونسي للعبة. أما الأندية المنضوية تحت لواء الاتحاد فقد شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح عددها 52 نادياً أواخر 2022 بعد أن كان 31 نادياً في 2017 حسب مصادر رسمية من اتحاد التنس التونسي. أما عدد اللاعبين المجازين فيناهز حالياً 30,000 بحسب المصادر ذاتها بعد أن كان في حدود 10,000 قبيل 10 سنوات. بخطوة كبيرة حققت التونسية إنجازاً بوصولها إلى ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020، وأصبحت بذلك أول لاعبة عربية تصعد إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى في عالم المضرب. وفي رولان جاروس لأنس عدة مشاركات ولا سيما في 2023 حيث تمكنت من الوصول إلى الدور ربع النهائي. أما عام 2022 فتأهلت اللاعبة التونسية فيها إلى نهائي منافسات فردي السيدات لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس. خسرت أنس نهائي بطولة ويمبلدون مرتين توالياً، ولكنها تعتبر أول امرأة إفريقية تبلغ النهائي في بطولة رئيسية منذ عام 1960.